مساء الخيرات واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم نور شو للموسم الثاني. ضيفتي اليوم ام ومربيه وحاصله على عده جوائز من الامم المتحده. ساهمت في تاسيس عده مشاريع خيريه لمساعده اللاجئين السوريين على الحدود السوريه التركيه وفي النمسا. رحبوا معي بضيفتنا الام ماري تيريز كيرياكي. اهلا وسهلا فيكي ماما في برنامج نور شو للموسم الثاني. شكرا على استضافتكم وشكرا لكم وعلى جهدكم. بدنا نتعرف عليكي عن قرب اكثر حتى المشاهد يعرف من هي ماري. انا الانسان السوري بامتياز. تعرف شو، انا عندي عده هويات مثل ما بيقول امين معلوف، وكل هويه ما بتتعارض مع الثانيه. يعني انا سوريه، ابي اصله يوناني، امي لبنانيه، اختارت سوريا وطن لها. ابي اصوله يونانيه بس هو سوري. انا عشت بدير، انا مسيحيه بس ثقافتي اسلاميه. جيت على اوروبا صرت نمساويه وبعدين صرت اوروبيه. يعني كم هويه عندي. انا بامتياز الانسان السوري لانه الانسان السوري انسان عالمي وما في ولا هويه بتتعارض مع الثانيه. كل هالهويات ساوت مني إنسان غني. ولدت بدمشق، تخرجت من جامعة دمشق كمان من كلية الأداب قسم اللغة الفرنسية. بتحكي فرنسي؟ بحكي فرنساوي. وما كنت أفكر بحياتي أترك سوريا، بس صدف أني تعرفت على زوجي وزوجي ساكن بالنمسا، هو سوري بس ساكن بالنمسا، وتزوجت وطلعت عن النمسا لهذا السبب. هذا بالتحديد سبب مجيئك للنمسا هو زواجك؟ هو زواجي. هي. طيب تحكي لنا عن عائلتك. انا عائلتي صغيره مكونه من عندي اخت، وهالاخت هون كمان تزوجت واجت عن النمسا. واهلي توفوا ما بقي لي حدا. عندي اخوات من ابي بس ظروف يعني بعدتنا عن بعض، وعيلتي صغيرة. لكن لما جيت لهون وصارت عندي هالعيلة اللي أسستها مع زوجي، صار عندي شابين. ووقت اللي كنت أحلم دائما أنه يجيني أطفال كتير، بس لما جبت اثنين عجزت. هم أوروبا ما بيحبزوا أنه يكون في أطفال كتير. ايه. مع الأسف. ومو حتى يعني بمجتمعنا نحن دائما بنجيب اثنين اثنين. بس دائما كان حلمي أنه يكون عندي عيلة كبيرة. بيقولوا مصائب قوم عند قوم فوائده. فلما اجوا اللاجئين السوريين لهون ومن بيناتهم في اهل لنا، صاروا كلهم اولادي، صارت عيلتي الى اول ما لاخر. انا عندي فرح الدنيا فيهم، بحبهم كثير وهن بحبوني. الحمد لله اكبر نعمه. طيب شو اكثر شيء بتتذكري عن فيينا بس هذيك الايام؟ اول ما جيت انا كانت الانطباع غريب، ما لقيت اولاد، ما كان في اولاد ابدا بالشوارع. يعني اركب بشراسنبان بس اختياريه. ما في صوت، هدوء كامل. يعني بعد الساعه 8 ما في حدا، واذا انت ما لحقت واشتريت اغراضك يوم الجمعه قبل الظهر، الجمعه بعد الظهر خلاص انقطعت. هذا الحكي ضمن العاصمه فيينا؟ ضمن فيينا. فكنت اكتب لاهلي انه وين راحوا الاولاد، خطفوهم ولا هاي اول انطباع بالنسبه لي. وبعدين كان الجو قاسي. انا يوم اللي جيت كانت بسوريا الحراره 25 فوق الصفر، جيت لهون كانت 25 تحت الصفر. يعني 50 درجه فرقت علي. كنت يعني بلش ضغطي يطلع وينزل وما اقدر اوقع بالطريق لانه ما قادره اني اتحمل الطقس. فاول شيء تضايقت منها، وطبعا الغربه وهيك. رجعت على البلد، لما رجعت بالربيع صرت شوف هالورد كل الأرانب. الورد بالنسبة لي صفى مثل الجاتو هيك، مثل القطع الحلو بدي أكله. ما عم بقدر صدق إنه هالورد هيك في موجود هالقد هيك مدينة لحالها. نحن ما كنا نحلم نشوف وردة. تمام. لاقي حدايق حوالي وحبيت. بيهتموا بالخضار والزرع هون كتير. حبيتها. وبعدين اكتشفت إنه في ناس بيقولوا لك انه هن المجتمع محافظ. هو طبيعي محافظ، هو ما كان عنده مستعمرات ببلادنا ليعرف نحن كيف نفكر، كيف شو هي ديانتنا، شو هي عاداتنا، شو مين نحن، كم قوميه كم ديانه. مو مثل مثلا الفرنساوي لما كانوا محتليننا فعرفوا كل شيء عنا. اما هذول كنا نحن بالنسبه لهم غربه.
فكان لازم أنت تثبت 100 مرة أنه أنت جيد حتى تقدر تدخل بيناتهم. ونحن لما جينا ما كان في هالمساعدة مثل على دوركم، يعني نحن كل شيء حفرناه بإيدينا بالحيطان حتى قدرنا وصلنا له، من شغل، من تعليم لغة، من كل هالأشياء. يعني ما كان في خوف مثل هلأ من الشعب النمساوي؟ ما في خوف، لا ما كان خوف، بس هو حاليا هلا عم خافوا من اللاجئين، يعني بمجرد اي مشكله بتصير قصدك هن منك ايه كشعب انه عم خاف من اللاجئ. ايه انا بقول لك يعني مع الاسف انه الاعلام عم بيلعب دور كتير سيء. يعني لاحظ انه اذا بتصير حادثه بيعملها اي واحد غريب بتضل شهر موجوده بالاعلام. طيب في اضاءات كثيره موجوده بين الشباب وكذا، ليش طيب نحن ما بنركز عليها ونطلع شيء شغله يعني تخلي الناس يحسوا انه هالجاليه هي جاليه ايجابيه تحاول جهدها تندمج بالمجتمع وتساوي. انا يعني بفهم الاندماج مو هو يعني الانصهار الكامل، لا اندمج انت بس حافظ على خصوصيتك، تاخذ العادات التقاليد الكويسه، يعني حافظ على شرقيتك. يعني انا امراه شرقيه ما بتنازل عن هذا الموضوع. يعني بحس انه هذا شيء مميز فيني، ما ليش لا اكون غير شكل. بس طبعا في هون فضاء من الحريه، احساس بالكرامه، عندك مجال انك تتعلم اذا انت سعيت وتشتغل باللي انت بتريده. طبعا البدايات دائما مو سهله بس بيمشي الحال. تعرضتي شي لحالات عنصريه هون؟ ابدا، من تصور ابدا ابدا ولا مره. طب يعني سبب معناتها انتشار الان العنصريه هل هي الحكومه الجديده ام الشعب؟ هلا شوف، لا هلا نحن ما فينا نعمم، ما في شيء بالمطلق، هي المسائل نسبيه. بس يعني كمان اداء الناس الغرباء احيانا هو اللي بيخلي الشخص الثاني ياخذ انطباع خاطئ عنه، بيقوم بيرتعب منه، بس هو الحقيقه مو هيك. ما بنرجع نقول الاعلام هو بيلعب دور. يعني لما بتربط انت مثلا الارهاب بدين، وين صارت هاي؟ الارهاب لا دين له. طيب او بتربطه بقوميه، ما حصلت، ما صارت بالعالم. يعني هل هو الإرهاب هو الإرهاب الإسلامي بس؟ طب ما في إرهاب مسيحي، هاي بأمريكا في عندك الكلانز، ما هن مسيحية عم بيقتلوا كمان. فإذا هون في تركيز على شيء معين، في خط معين عالميا عم يمشوا عليه، يعني الصورة عم يسوقوا، ونحن مع الأسف ما عم نشتغل بما فيه الكفاية لنعكس لنحسن الصورة. أي. تماما تمام. كيف كانت بداياتك مع العمل في شؤون المرأة؟ مثل ما قلت لك أنه نحن كجالية سورية كان وضعنا كتير منيح، بس كان في جاليات عربية وكانوا محتاجين خدمة. على كل الأحوال بدينا 5 سيدات، والخمسة كل وحدة من ديرة. يعني كنا يعني فعليا أنا كنا مو خمسة، أقنعت أختي وحدة، كان في صبية من مصر، كان في صبية من السودان هلأ صارت دكتورة أضرب وأطرح ما شاء الله، كان في سيدة من فلسطين سوريا. يعني وكنا مجموعة كتير قليلة، وشوي شوي كبرت صارت نواة تشتغل. بس مع الأسف أنا اكتشفت لما صرنا نشتغل أنه كل شيء بيحصل من أحداث بالعالم العربي بينتقل لكل التنظيمات، حتى لو كانت شغلة بسيطة مثل رابطتنا. يعني أنا بتذكر كان عندنا 40 ليبية كانوا أزواجهم بيدرسوا هون، رفيقة لقلنا كتبت مقال ما عجبهم، قاموا سحبوا 40. أيوة. إجاهم إعاز إنه لازم تطلعوا، طلعوا 40 وبهدلونا ومشي الحال. وهيك أنت ماشي، يعني العقلية العربية ناقلين تحت لهون كل الأمراض. فكنا يعني الثبات انه هو انك انت يكون عندك قوه تستمر وكذا. فيعني الحمد لله كان عندنا خدمه اجتماعيه للسيدات. من خلال الخدمه الاجتماعيه كنا نحاول نساعدهم يلاقوا طريقهم، نساعدهم بتربيه الاطفال، اذا في مشاكل عائليه. كان في عندنا سيده مختصه متخرجه من الجامعه من هون من فيينا، مو من عندنا يعني. هي اختصاصة عمل اجتماعي، ونحن أنا كرئيسة رابطة ما كان إلي حق أنه أطلع على الداتا تبعيتها، يعني كانت هي تشتغل بشكل مستقل وكذا. فكل واحد منا هيك كان يساوي الشغل اللي عليه وشغل اللي يتقنه. ضلينا نخدم خدمة اجتماعية حتى وصلنا لأحداث أيلول.
هلا هذا كله ضمن رابطة المرأة العربية النمساوية. هلا صار خدمة مو بس اجتماعية، خدمة ثقافية. يعني كنا نحن نركز انه نحن لازم نقدم حالنا بشكل حضاري لهذا المجتمع. يعني إذا سألتني ليش سميناها رابطة المرأة العربية، مع العلم أنه في بيناتنا أكراد وفي بيناتنا ناس بتعتبر حالة أفارقة ما بتعتبر حالة عربية، لأنه كانت اللغة العربية هي اللغة الوحيدة اللي متفاهم فيها بين بعضنا جمعتكم. يعني ونحن جايين من خلفيات متعددة، في ناس تحكي فرنساوي، في ناس تحكي إنجليزي، في ناس تحكي شوية ألماني، فكيف الشيء الرابط اللي كان يربطنا هو اللغة العربية. اللغة العربية. فسميناها رابطة المرأة العربية بالبداية، وبعدين نحن صرنا نمساوية، صار اسمها رابطة المرأة العربية النمساوية. قدمنا كتير خدمات للمرأة، ونحن فخورين باللي سويناه لحد هلأ. وأنا بذكر كتير زميلات كانوا معنا، هلأ صاروا تبوأوا مراكز ببلادنا، ما شاء الله. صاروا يعني أو صاروا مثل قلت لك أصدقائنا أساتذة بالجامعة. يعني السيدات رائعات الحقيقة، بيلاقوا طريقهم يعني. الحمد لله. شو بعد بدك يعني أحكي لك؟ طيب شو اللي خلاكي تستثمري هالشي وتخصصي له وقت كثير كبير أكيد وطاقة منك؟ شو المبرر اللي خلاكي تعملي هيك؟ شوف أنا بديت بالعمل العام من أنا وصغيرة، مع أنه عم تلاقي كنتي يعني شوية يعني ردة فعل مع سلبية. ما بيهم، هذا الشيء عادي. إذا تشتغل بالعمل العام بدك تتلقى الضربات، والضربات الخفيفة على الظهر ما بتكسره، بتقوي. فأنا بديت العمل العام مو من لما جيت للنمسا، لا، أنا تعلمته بالدير محل ما كنت. أنا كنت بدير للرهبات موجود بحما، كنت داخلي مدرسة داخلية. فكانوا يعلمونا أنه نحن عندنا 5 أعياد بالبلد، 3 للمسيحية و2 للإسلام. فكان نحن لازم نعمل صناديق أغذية للقرى اللي حوالينا وصناديق ملابس، فكان مساعدة للفقراء. مساعدة بس كان نحن مطلوب منا مو أنه نجيب مثلا الملابس ونطويهم ونحطهم هيك، لا، لأن نحن لازم نغسلهم، نحن نرتيهم، نحن نحط لهم زرار نكويهم، نغسلهم نكويهم ونرتبهم حسب المقاسات ونعمل منهم صناديق. وكنا ناخذهم بالشاحنات ونروح مع الرهبات وما نعرف مين هدول الناس اللي رايحين لعندهم، رايحين لعندهم، هل هن إسلام، هل هن مسيحية، هل. فكان هذا الشيء نتعلمه ونتعلم. أهم شيء أنه أنت فعل المحبة هو المهم بالنسبة لك. ممتاز. فهذا بدأ معي من هنيك. وبعدين لما رجعت على دمشق، لما تركت الدير، كان وقتها ممنوع أنه يصير عمل عام، وقفته الحكومة 50 سنة نحن ما كان عندنا عمل عام. فالشيء الوحيد اللي كنت أقدر أخدم فيه هو عمل دورات محو أمية لزملائي بالشغل. ممتاز. وبعدين جينا لهون، هون حسيت أنه لا، لازم نشتغل أكثر. يعني لازم الواحد يكون إيجابي، لازم يعني نحن ملح الأرض، اللي جينا على الأرض هي نحن لازم نبذل جهد ونفرجيهم إنه نحن ما منخوف. فبدأت بهذا العمل. هلأ طبعا هذا العمل بالرابطة تطور، وهلأ يعني بحكي لك عنه بالتفصيل. بس أنا يعني فخورة بكل السيدات اللي كانوا معنا، اللي تركوا واللي تركوا اللي موجودين، واللي والأهم شيء أنا فخورة بعائلاتنا اللي هي وقفت بظهرنا. يعني ما كان سهل. أنا يعني كنت منظمة وقتي بشكل مو طبيعي، وما زلت يعني، وغيري نفس الشيء. بس أحيانا بتجي على حساب العائلة. صحيح. بس بتقول إنه أنت لا، واجبك إنك تكفي هذا المشوار، بديته أنت بإرادتك بدك تكفي. فكان كمان العائلات يتحملوا جزء من الأعباء العمل. وأنا يعني شفت بيقولوا الرجال ما بيوقفوا مع سيدات، هذا الكلام مو صح. يعني أنا ببدأ بعيلتي، أنا بشوف زوجي، بشوف أولادي كيف دائما معك، بيشجعوك، بوقفوا معك، بيساعدوك بكل شيء يعني. ايه، ومو بس انا، رفقاتي كمان نفس الشيء. هلا طبعا في رجال ما عاجبهم الموضوع، مو مشكله يعني، في هيك وفي هيك. تماما تماما تماما، ممكن الصبيه كتل بعضها. طيب ماريا، رح نطلع فاصل ونرجع. تمام اصدقائي، فاصل ونواصل. ورجعنا لكم اصدقائي من جديد. ماما ماريا، شو رأيك تحكي لنا عن مشروع بلسم؟ من إمتى بلشتي إلى وقتنا الحالي؟ أول ما بدت الثورة بسوريا وبلشت اللاجئين تطلع
السوريين يطلعوا كلاجئين على عدة دول. طبعا كان بالنسبة لي أسهل لي أنه أتعامل مع اللاجئين الموجودين بتركيا، فأسست مشروع من خلال الرابطة اسمه مشروع بلسم. بلسم يعني بلسم الجروح بهالوقت الصعب. أنا أول ما فكرت فيه فكرت أني أنا اشتغلت بالأونروا بالأول، وصحل لي شانس أني شوف الأرشيف تبع الأونروا، لأنه عملنا له دوبليكيشن للصور كلها وللوثائق تبعهم لما كانوا هون بفيينا. فشفت صور من سنة 1948 لما طالعين هن باللجوء قاعدين بالصحراء وما في لا ورقة ولا قلم، والأستاذ كامش خشبة وعم بيعلمهم الأحرف على الرمل والولاد عم يتعلموا. وعرفت من رفقاتي الفلسطينية أنه كان فهموا هن من البدايات أنه الجهل كان السبب بكتير أشياء حصلت لهم، وأنه العلم هو الطريق الوحيد اللي بيوصلنا للي نحن بدنا إياه. فأنا لما صارت الأحداث بسوريا وطلعوا اللاجئين على تركيا، كان همي الأول أنه الأطفال ما ينسوا لغتهم الأم. فبديت أول مشروع على أساس أنه نعلم لغة عربية بأسلوب مبسط اللي نحن بنستخدمه تماما، ونعلم أساتذة رجال ونساء كيف نحن بنعلم الأطفال ونفتح لهم الطريق. فرحنا وكانت أول مشروع بمخيم يليا داغ، اسمه يليا داغ المنطقة هي على الحدود السورية التركية أكلس بين لا هذه من صوب اللواء. أوكي. وبلشنا المشروع على أساس بدنا 100 طفل، إجانا أول يوم 150 طفل، بعدين 200 طفل. كان الوضع يعني ما معقول ونحن ما رح نقدر نغطي، بس عرفنا قديش الحاجة كبيرة للموضوع. لكن من خلال العمل معهم اكتشفنا أنه في عندهم مشاكل نوع تاني، مثلا المخدرات اللي منتشرة بين الشباب. فصرنا نعمل حملات كيف للتوعية للأهالي للأساتذة للشباب أنه عن مخاطر المخدرات. هدول طبعا اجوا الشباب بيشربوا مخدرات من سوريا، ما انه تعلموها بتركيا. فكان المهم انه نحن نقدر نجمع الوجهاء بالمخيم مشان هن يبلشوا يراقبوا الشباب، انه هذا الشاب لما صار ديلر لما صار يبيع هو كيف يعرفوا انه صار هذا الشيء، يعني شو اللي بيتغير فيه، شو لبسه، اكله، شربه، طلعته، دخلته. فبدينا بمشروع المخدرات، عدة شغلات تبين انه هذا عم يشتغل هالشيء. وبعدين صرنا من هالورشات العمل اكتشفنا قضية الزواج بالقاصرات تحت مسمى الدين. هن كانوا يستغلون لهالأطفال، ياخذوهم يتزوجون شهرين ثلاثة ويرجعون على المخيم إذا كانت حامل محامل مشكلتها. فحاولنا ندق ناقوس الخطر إنه هيك هيك. نحن بالبدايات طبعا الكل صار يقولوا أنتوا النساء دائما بتبالغوا بالأمر، بعدين اكتشفوا إنه لا نحن معنا حق وإنه هدول القاصرات عم يستغلوا من كل. هلا هذا المشروع تطور، صار يكبر، صار يجوا ناس متطوعين يشتغلوا معي من الورشات العمل. صار مثلا يجيني شباب متخصصين انه كيف يعملوا اعادة تأهيل للشباب الصغار من خلال الرياضة او من خلال ورشات الرسم، اعادة بناء نفسي او مسرح او غناء او فصار يروحوا مجموعات من الشباب السوريين اللاجئين اللي هون اللي هن مختصين يروحوا لهنيك يدربوا الاولاد وهي. بعدين تطور المشروع، صرنا نهتم بالشأن الطبي، فصرنا نعمل معسكرات طبية، يعني يروحوا كمان أطباء سوريين. وهلأ أنا كتير فخورة فيهم، يعني إذا بقول لك إنه هن كلهم عدلوا شهاداتهم وكلهم اشتغلوا، يعني ما لازم ما أذكر أسماء أحسن حتى ما أنسى حدا ويزعل. فهدول الشباب راحوا وكانوا يخدموا أسبوع لعشرة أيام من الصبح للمساء وهن عم بيحكموا أطفال القرى وكذا. هذا العمل تطور، بعدين اكتشفنا أنه مثلا في نحن القرى اللي منقدم لها خدمات هي 9 قرى فقيرة كتير وما حدا عم يطلع فيها، وهي موجودة على الحدود. أنه هدول الأطفال صاروا 5 سنين مثلا ما تلقحوا. نحن عملنا داتا كبيرة قدمناها لوزارة الصحة التركية، ساعدونا هن اجوا على مستشفى خاص بعالج السوريين، ونحن قدرنا يعني وظفنا باصات تنقل هالناس مشان يروحوا يطعموا الأولاد ويرجعون. بعدين صرت أخذ معي أطباء نمساويين لتحت، يعني منهم الدكتورة ماريا دويتينجر. هيدي السيدة ما رح أنساها بحياتي.
راحت معي مرتين، كانت تفوت على غرفة العمليات من 9 الصبح ل 9 المساء. هي نمساوية؟ نمساوية، هي أشهر طبيبة بعلاج حروق الدرجة الثالثة. فكانت تصور أنه الأطباء السوريين ما يقدروا يوقفوا معها، يعني يعملوا شيفتين ولا ثلاثة وهي تضل واقفة وتطلع مبتسمة بالنهاية. قلت لها ما تعبتي؟ تقول لي لا أنا فرحانة. طبعا انا بدي يعني هدول الناس ما بنساهم، يعني في كمان اطباء عرب راحوا معنا، في اطباء يعني طوعوا بكل شيء ممتاز، يعني ما 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 خذلونا الحقيقه. بعدين طورنا ونحن فتحنا عيادتين، عياده للنساء. بعد ما فتحناها بسنه طلبوا النساء انه نساوي عياده للاطفال، فهاي العيادتين كانوا يقدموا الدواء والعلاج والنقل من القرى ورجعة. نحن عندنا شركاء بإنطاكيا هن مركز أمل، هدول السيدات أكثر من رائعات كمان، هن يعني نحن وياهن واحد، فالمركز من عندهم ونحن الباقي من عندنا، يعني تأسيس العيادات. هذا ضلينا نشتغل بالعيادات حتى 2017. طلع بعدين قرار بالحكومة التركية انه كل السوريين بيقدروا يستفيدوا من المشافي العامة، يعني من 2011 ل 2017. لا، العيادات من 2015 كمان 2015 ل 2017 نهاية 17. بعدين سكرنا العيادات وتبرعنا بكل الآلات الطبية كذا لمستشفى بجسر الشهور. لسه ما زال عندنا طبيب أطفال بيدور على القرى بيشوف، لأنه في ناس ما عندها مصاري تركب الباص وتروح على المستشفى. هدول الناس منسيين للأسف، منسيين. و يعني أنا مع الوقت الناس تحجر قلبها، يعني ما عاد حسوا، صاروا يقولوا ايه خلص طالت الشغله. طيب طالت، نحن قاعدين هون عم ناكل نشرب وننام، بس هذوليك ما عندهم شيء. يعني تصور انه الامراه بتشتغل اسبوع كامل بفليفله حمراء، تعرف قديش الفليفله حمراء قديش مؤذيه؟ طبعاً. وبعدين بتطلع 27 ليره تركي، حق علبه الحليب 17 ليره تركي. فكيف بدها تعيش؟ كيف بدها تاكل؟ يعني اوضاع نسائنا كثير صعبه. هذا مجتمع بتلاقي هلا 3/4 صار نساء واطفال. نعم. والربع باقيان يعني رجال، والغالبية عندهم يعني إعاقات مع الأسف. فهذا شغلنا ببلسم وما زلنا مستمرين وعم نساوي. هلأ رحنا آخر مشروع أخذنا معنا الدكتورة إشراقة مصطفى، عملنا دورات لتمكين المرأة سياسيا، عملنا دورات كيف نعمل وسائل الإعلام أكثر أمان للأطفال من عدا انه يعني في مشاريع كثير مستمره وورشات عمل ما بتوقف. ونحن هالسنه عندنا مشروعين كبار معهم يعني، وبنقدم خدمات للبنات اللي بدهم يكفوا جامعه واللي ما بيقدروا لانه لاسباب معينه انه نقلوهم لغير مدينه وكذا، فنحن بنتبناهم. ممتاز. ممتاز. طيب تحكي لنا عن الجوائز اللي اخذتيها. أول جائزة أخذتها سنة 2015، جائزة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للعمل الطوعي على مشروع بلسم أخذته. طبعاً هذه الجائزة هي رمزية، والهدف منها يعني أنا بالنسبة إلي كانت عطت للمشروع تبعي مصداقية، صار إنه الناس تعرف إنه هذا المشروع. نحن كل شيء بيجينا 100% بيروح للاجئين، ما بناخذ منه ولا فرنك لإلنا. يعني نحن كل واحد موظف بيتحمل تكاليفه سفر وإقامة وكل شيء على حسابه الشخصي، على حسابه الشخصي، إلا الشباب اللاجئين لأنه أوضاعهم سيئة. نحن كنا نبيع بازار شغلنا نبيعه، وهالعائد هذا نغطي تكاليف الشباب يعني، ومشي الحال يعني. هذه بعدين اخذت بال2016 كمان جائزه رابطه النساء بالامم المتحده بفيينا، و2017 اخذت كمان جائزه كمان من رابطه النساء بالامم المتحده بنيويورك على مشروع بلسم. ممتاز. اي وترشحت لعده اشياء، بس يعني هدول الثلاثه اللي اخذتهم. الحمد لله. طيب ماما ماريا تحكي لنا عن كتاباتك، عندك كتابين وهلا بتجهزي للتصدير الثالث. انا صراحه كتبت الكتاب الاولاني لانه انا اولادي ولدوا هون وهلا شباب مثلك يعني هن، الله يخليهم يا رب. تسلم. بس ما عرفوا نحن كيف عشنا، فانا حاولت اني بكتابي فرجيهم حجم الخوف
اللي كنا نحن متربيين فيه، وانه كيف الواحد طبعا باسلوب ساخر بس هو بيضحك ومضحك مبكي انه كيف تعيش بمجتمع ديكتاتوري يعني شو اللي بتتعرض له. فكان هذا اول كتاب، هلا طلع بالالماني كمان هو نفسه. هي كانت اول محاوله لي يعني، اللي بده يقرا ما لازم يقسى علي، بس انا كتبت شيء من قلبي يعني. ولما سالت اولادي انه لما قروه انه شو، قالوا لي ماما كثير زعلنا منك انه قصير، لازم يكون اكبر الكتاب. ايه بس اختصرتي انت معاناه من سوريا، نقلت لهم اياها كيف كنا نحن عايشين، كيف كنا باي شكل بس باسلوب ساخر يعني. الكتاب الثاني خصصته للانسان السوري. ايش اسم الكتاب الاول كان؟ المنطقه الرماديه. المنطقه الرماديه. الثاني كان الهروب الى الامام. الهروب الى الامام هذا كتبته بعد ما رحت على الحدود السوريه التركيه وقابلت النساء اللي صار فيهم تفاوض يعني مشان اطلاق سراحهم من السجون السوريه. طبعاً وكان التقيت برجال كان عندهم قصص كتيرة. فأنا لك صراحة أنا تخيلت أنه في ظلم بالعالم بس مو هيك أبداً، تخيلت أنه في تعذيب بس مو بهالشكل هذا. فطلعت وقلت أنه ما بيصير يمروا مرور الكرام هدول القصص، لازم العالم تعرفهم، لأنه مع الوقت الإنسان بينسى، لما تخلص صحيح. الحروب بينسى كل شيء. فكتبت عنهم، وهذه كان إهداء إلى الإنسان السوري نفسه المعذب يعني اللي ما صفي طريقة من قتل فيها. فهذا الكتاب الثاني هلأ رح يطلع بالألماني. والكتاب الثالث اللي عم جهزه بس يعني الأستاذ تبعي اللي بيعلمني قال لي لازم تطلعي من دائرة اللاجئين وتحاولي أنك تبني شيء لحالك يعني. في عندك أنت عشتي فترة طويلة بالنمسا، أكيد عندك تجربة إلى أول ما لآخر، اكتبي عنها. لسه ما يعني ما بين السطور شو كان توجيهك؟ لا هو بده يعني أنه لسه أنا الحس الإنساني هو عالي عندي، بس أنه لازم أحكي عن تجربتي هون يعني. أنا يعني كامرأة شرقية عايشة بالغرب إلي يعني أكيد تجارب كثيرة لازم لها مشان الناس تشوفها كمان إن شاء الله. طيب سؤالنا الأخير، الناي والموسيقى وماري تيريز، شو الرابط بينهم؟ شوف شو القصة. أنا لما شفت الشباب اللاجئين اللي إجوا لهون كلهم كوادر، كلهم بس ناقصهم شانس، ناقصهم فرصة أنه حدا يدعمهم بشي. فالتقيت بشاب اللي هو الأستاذ عروة الشوفي، كان ضيفنا في الموسم الأول. فقلت له أنا نفسي أنه نعمل كورال. قال لي لعيونك. بعدين صفن هيك شوي، بلشنا نشتغل. قال لي بس ليش نعمل كورال أول شيء، خلينا نعمل أوركسترا. كانت فكره هو عنده رؤية وبعد نظر أنه عم بيخطط لقدام. فيا سيدي الفرقة الصغيرة اللي بدت بشخص صارت 50 شخص، صار عندنا أول أوركسترا شرقية بتنمسا. يعني صحيح أنه الدعم من الرابطة ومني، بس الشغل الكبير هو عروة والشباب اللي معه وأثبتوا وجودهم. وأنا بحس أنه هدول أولادي وأنه لازم أدعمهم لدرجة أنه ما يحتاجوا حدا يعني. ماني قدران اتخيل انه يجي حدا يتحكم فيهم، لانه مثل واحد مثلا ما بيفهم بالشغله وبيجي بده يتحكم بانسان. هاي شغلتك انت يعني، بيجي انا بقعد فاصلك لازم تدق لي بهالشغله ولا مين؟ تمام. انا لا اجي احكم، انا ماني دارسه. هو اللي مع انه نحن السوريين على فكره دائما نفهم بكل شيء، ناخذ شغل غيرنا يعني. ان كان حداد بصير هو حداد، هو نجار، هو خياط، هو مع الاسف. فيا سيدي هذا الشيء كويس ولا سيء يعني؟ انه انا بفهم بكل شيء يعني، ما بحتاج كهربجي، ما بحتاج اوكي معلش اذا عندي اهتمام هي مساله ثانيه، بس انه حتى افهم بكل شيء لازم اتعلمه على اصوله. فهدول الشباب هلا تصور انه هاي الاوركسترا صار في اوركسترا للشبيبة الصغيره، صار في عندنا كورال هلا من 30 شخص ولسه لقدام لسه في شغل. وأنا بس يوصلوا يوقفوا على إجريهم خلص بيصير عندهم استقلالية، بيكون دوري اللي عملته هو يعني سندتهم بالبداية وهن بيستاهلوا. هي أوركسترا عمرها سنتين صار.
ثلاث سنين سويت الموس اوركسترا واحد اوركسترا اثنين هلا الثالث هلا الثالث هي الاطفال لا هلا الاوركسترا الشرقيه وعندك تخت شرقي وعندك اوركسترا الاطفال وعندك كورال الكورال طبعا نحن كان بدينا بستة سبعة هلا صاروا 30 شاب وصبية بس عم يدرسوا كلهم دراسة أكاديمية والأستاذ عروة الشوفي عم بيعلمهم ألف باء الموسيقى من البداية وجايبين لهم أساتذة مختصين بالسولفيج وكذا وفي منهم بيتعلموا موسيقى كمان إضافة للغناء وهذا بالإضافة لورشات العمل اللي هن الأستاذ عروة اللي بديرها ورشات عمل اسمها نينوى للتعليم الموسيقى والغناء هذه واحدة من الأشياء اللي اشتغلتها أنا مع الشباب اللاجئين يعني ولسه في قدامي كتير مشاريع يعني عم بحاول إنه لاقي لها إخراج يعني تمام. ايه بس آه. إنه أنا فخورة فيهم الحقيقة وبيستاهلوا الحمد لله طيب آخر رسالة بتوجهيها بشكل عام بشكل عام بدي لكم شغلة أنا حكيتك من أول الحلقة إنه السوريين كانوا معدل جريمة صفر كانوا كتير كجالية فخورة فيها النمسا وما زالت بس هلا أنتوا الشباب عليكم عبء كبير إنه ترجعوا القلق تبع هالجالية من أول وجديد وأنتوا يعني عملتوا إضافات إلى أول ما لآخر فتحتوا مثل الزهر شوفوا هلا مثلا الإعلام كان يبقى عنا جريدة بسوريا ولا اثنين إيه هلا كم جريدة كان عنا محطة هلا كم محطة أنتوا نورتوا الأرض هاي وخليتوا فيها حياة فتابعوا وما تستحوا تسألوا الجالية القديمة إنه مشان تساعدكم وبطلب من الجالية القديمة إنه تاخذ دور الحقيقي إنه تسند هدول الشباب مو تسيطر عليهم في فرق يعني ممكن أنا أسندك اجتماعيا أسندك ماليا بس أنا ما بعمل لك ديكتيشن يعني إنه أنا بدي إياك تعمل هيك وهيك ما من حقي انت اصلا هربت من هنيك لانه ما بدك انه حدا يقودك انت علي. بدك تكون حر وتختار طريقك فانا واجبي مثل يعني مثل ما بعمل هذا الواجب لاطفالي لازم اعمله لكم انه انا ادعمكم ووصلكم على قدرتي انا ما مطلوب مني كثير يعني اللي بقدر عليه بساوي واللي قدرت عليه هو ساويته وهذا هلا هي الاوركسترا مع هدول الشباب هذا فخر مو بس للسوريين أكيد للعرب أكيد أكيد هلا بلشوا العرب ينضموا لنا شوي شوي الحمد لله يعني ومثل ما تقايل فانتوا دوركم كمان كبير وبعرف ايامكم شوي صعبه بس ما تترددوا تسالوا شكرا شكرا كثير لك ماما وان شاء الله من نجاح لنجاح تسلم وبتحققي اللي بدك اياه رح نضطر نودعك وقت الحلقه قصير حكينا كتير والحمد لله يعني أنا كتير كتير مبسوط صدقا وإن شاء الله منشوفك في مرات قادمة بشوفك بأعلى المراكز يا رب إن شاء الله أنت ورفقاتك الله يسلمك يا رب شكرا وهيك أصدقائي بتكون انتهت حلقتنا لهاليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا فيها واستمتعتوا منشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة وأنا مني السلام عليكم